ولد الشهيد سيف العرب معمر القذافي في طرابلس في الخامس من شهر نوفمبر فبراير عام 1982، واستشهد بتاريخ 30 من شهر الطير إبريل عام 2011 أثناء قصف قوات التحالف الصليبي الغادر على مدينة طرابلس، وبالتحديد على بيت قائد الثورة في غارة جوية غادرة حاقدة كانت تستهدف قائد الثورة وأسرته. درس الشهيد سيف العرب مراحل تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدينة طرابلس عدا السنة الثالثة ثانوي التي درسها بمدرسة جمال عبد الناصر بمدينة البيضاء، تلك المدينة التي أحبها كثيرا وكانت مكانه المفضل، وقد تأثرت شخصيته الهادئة المتأملة بمناخها وطقسها الهادئ الجميل، وهي مدينة أخواله ومسقط رأس والدته. ثم درس سيف العرب المرحلة الجامعية بقسم المحاسبة بكلية الاقتصاد بجامعة الفاتح، وكان سيف العرب متميزا علميا في دراسته، وتخرج منها سنة 2001-2002 متحصلا على درجة البكالوريوس، وكان ترتيبه الأول على مستوى القسم والكلية بتقدير عام جيد جدا وبنسبة 84.14%. كان الشهيد سيف العرب محبوبا جدا من طرف أساتذته وزملائه لتواضعه وسلوكه وأخلاقه الرفيعة، ومثلما تعرض بيت الشهيد للقصف الصليبي الغادر تعرضت أيضا المدرجات التي درس فيها الشهيد إلى القصف الهمجي البربري من قبل قوات التحالف الغاشم على الجماهيرية العظمى. التحق الشهيد بالدراسات العليا في مجال المحاسبة بألمانيا، وحين بدأ العدوان الصليبي على الجماهيرية العظمى قطع دراسته ولم يرضى أن يكون خارج وطنه أثناء العدوان، وقد ساءه تآمر واشتراك بعض الدول العربية في العدوان على الجماهيرية العظمى والتآمر ضد وحدة وتراب الشعب الليبي، حتى أنه أسر إلى بعض المقربين له برغبته بتغيير اسمه من سيف العرب إلى سيف الحق. حياته وشخصيته.